السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة أجي تفهم إنجليش. درس اليوم هو possessive adjectives، هي صفات الملكية. إذن هي واحد الكلمات كنستعملوها باش نعبروا على الملكية ديال شي حاجة. نبداو بأول صفة اللي هي my. my كتعني الخاصة بي، شي حاجة ديالي أنا. إذن my الخاصة بي. مثلا إلا بغيت نقول سيارتي أمام المدرسة. لاحظوا معايا شنو هي السيارة؟ هي الكار. سيارة هي كار، ولكن فاش كنقول سيارتي يعني ديالي، الملكية ديالي، خاصة بي. إذا شنو خاصني؟ شنو هي الصفة؟ صفة الملكية اللي كنستعملو باش نقول بلي ديك السيارة ديالي هي ماي كار. هي سيارة، ماي كار هي سيارتي. كنديرو إز. أمام هي إن فرونت. إن فرونت المدرسة، ذا سكول. ذا سكول أوف ذا سكول. إذا ماي كار is in front of the school. مثال واحد آخر، سيارتي قديمة جدا. إذن سيارتي يعني شي حاجة ديالي، نستعملو my، خاصة بي، ملكيتي. إذن سيارتي غنقول my car is قديمة. شنو هي؟ هي old، قديمة هي old، جدا هي very. إذن very old. My car is very old. إذن أول، the first possessive adjective is my، هذا هو أول صفة ملكية، اكتبوه هنا. The second possessive adjective، إذن صفة الملكية الثانية هي your. your إذن your صفة ملكية شنو كتعني؟ كتعني الخاصة بك، يعني شي حاجة ديالك ولا شي حاجة ديالكم. الخاصة بك أو الخاصة بكم. إلا بغيت نقول هذا كتاب، هذا كتاب، هذا هي this. كنديرو لو verb to be is كتاب a book. a book. دابا لاحظوا معايا فاش نقول هذا كتاب، يعني الكتاب ما عرفناش شكون مولاه. لا بغيت نقول هذا كتابك، إذن غندير this is your book. this is your book، يعني هذا الكتاب ديالك. إلا بغيت نقول هذا كتابي، this is my book. إذن this is my book، هذا كتابي. this is your book، هذا كتابك. دوزو مثال واحد آخر، أنا أحب كلبكم. شنو قلنا؟ قلنا خاصة بك ولا الخاصة بكم. بجوجهم كنديرو your. إذن أنا هي I أحب love. إلا قلت dog هي كلب، ولكن داك الكلب ديالكم، كلبكم. إذا شنو خاصني نضيف؟ صفة الملكية your، كلبكم. this is your book، I love your dog. إذا صفة الملكية الثانية هي your. عندنا صفة الملكية possessive adjective his. his كتعني شي حاجة ديالو، خاصة به هو.
الخاصة تو به. إذا بغيت نقول مثلا اسمه عمر، لاحظوا معايا شنو هو الاسم؟ هو نيم، ولكن فاش كنقول اسمه هيز نيم، اسمه هيز نيم، هيز نيم از عمر. إذا قلت ماي نيم اسمي، يور نيم اسمك، هيز نيم اسمه. مثال واحد آخر، هواياته، هواياته كرة القدم والفن. هواية هي هوبيز، هوبيز، ولكن الهوايات ديالو هو الخاصة به هو. إذا خاصني ندير هيز، هيز هوبيز ار كرة القدم، فوتبول، فوتبول و and الفن هي art. His name is Omar. His hobbies are football and art. إذا عندنا صفة الملكية his، possessive adjective. We have possessive adjective her. إذا صفة الملكية her شنو كتعني؟ كتعني الخاصة بها. إذا هيز، هيز الخاصة به مذكر، هير الخاصة بها مؤنث. لو بغيت نقول طفلها ذكي، إذا طفل شايلد، شايلد، لكن الطفل ديالها طفلها، إذا ها شنو خاصنا نضيفو؟ هير، طفلها كنزيدو is ذكي smart، smart. إلا بغيت نقول عاوتاني شركتها، شركتها تنتج، تنتج الكهرباء. إذا الشركة هي company، company ديال من؟ ديال من هاد الشركة؟ ديالها. إذا غندير her، her company تنتج، هي produces، produces الكهرباء، electricity، electricity. إذن عندي her child is smart، her ديالها، her company produces electricity. إذن عندنا صفة الملكية her. عندنا صفة الملكية its، its كتعني ديالو ولا ديالها، ولكن قلنا قبيلة ديالو هي his وديالها هي her. علاش غنقولوها حتى هنا؟ لحقاش هنا his كتعني ديالو شخص، her ديالها شخص يعني العاقل، أما it كنقولو ديالو ولا ديالها لغير العاقل. مثلا حيوان، فاش تنبغيو نقولو هاد الحاجة ديال ديك الحيوان خاصنا نستعملو it. إذن الخاصة به وكنقصدو غير العاقل، مثلا حيوان ولا بها. وباش نفرقو بيناتهم بين its و his و her، his و her قلنا العاقل، its لغير العاقل. إلا بغيت نقول الحرباء،
الحرباء هي تاتا، هي هذيك اللي كتبدل اللون ديالها. الحرباء تغير لونها، لونها. اذا الحرباء تغير لونها، هذا اللون ديال من؟ شكون اللي كيملك هذا اللون؟ الحرباء يعني حيوان غير عاقل. اذا غنستعملوا ات. لاحظوا معايا، الحرباء هي the chameleon. The chameleon تغير، change اللون. شنو هو اللون؟ هو color. ولكن داك اللون ديال من؟ ديال الحرباء، لونها. إذا شنو غنديرو؟ its color. its color لونها. إذا بغيت نقول هذا طائر جميل ريشه أزرق فاتح. لاحظوا معي، هذا طائر. إذا طائر هو غير عاقل، حيوان. ريشه، الريش، شكون اللي كيملك هذا الريش؟ كيملكو داك الطائر، ريشه. إذا باش نعبرو هنا على الملكية، هنا صفة غنستعملو. إذا غنستعملو possessive adjective it. مفهومة؟ هي هيز كنستعملوها مع الأشخاص ديالو. هير تا هي مع العاقل، أشخاص ديالها. أما it كنستعملوها مع غير العاقل، مثلا بحال الحيوانات. إذا هذا this وكنضيفو is verb to be. طائر جميل، جميل هي beautiful. This is a beautiful طائر bird. ريشه، الريش هو feathers. ولكن لو بغينا نقولو ريشه its feathers. إذا its feathers. أزرق فاتح، إذا فاتح هي نديرو بعد R verb to be. فاتح هي bright أزرق blue. The chameleon change its color. لونه. This is a beautiful bird. Its feathers, ريشه، الريش ديالو، are bright blue. إذا عندنا possessive adjective it، كنستعملوها مع غير العاقل. We have our is another possessive adjective. إذا شنو كتعني هاد الصفة الملكية؟ تعني الخاصة بنا، يعني شي حاجة ديالي أنا وياك، ديالنا. إذا الخاصة بنا، الخاصة بنا. عندي طائرنا مزعج. إذا بغيت نقول الطائر ديالنا مزعج، فيه الصداع. طائرنا ديالنا أنا وياك. إذا شنو نقول؟ طائر هي bird. طائر ديالنا وخاص بينا غنقول our bird. نديرو verb to be is. مزعج هي noisy. نفهم دوزو مثال آخر. عندنا جارنا لطيف جدا.
Një dalë në zharë, së nëllë. Wa? Neighbor. Neighbor. Zharë, wa neighbor. Zharë, na? Our neighbor. Our neighbor. Në zvidu, as, is. La tefon, hi a nice. Jiden hi a very. Jiden very nice. Our neighbor is very nice. Our bird is noisy. Our neighbor is very nice. La tejfun jidde. Then na our al khassa jo bina. Shi haja kanmilkuha. Our. The last possessive adjective is there. إذا هذا هو آخر صفة ملكية. There. كتعني الخاصة بهم. شي حاجة ديالهم. عندنا سيارتهم. سيارتهم. السيارة ديالهم. سيارتهم سريعة. سريعة. إذا السيارة هي car. ديالنا هاد السيارة ديالهم. إذا شنو الصفة اللي غنستعملو؟ their. سيارتهم. their car كنضيفو is fast. سريعة هي fast. their car is fast. مثال آخر. سيارتهم. سيارتهم بطيئة. بطيئة يعني ثقيلة. سيارة ثقيلة. إذا سيارتهم their car بطيئة slow. slow كنزيدو is. their car is fast. their car is slow. إذا their هو آخر صفة ملكية. عندنا مثلا book. book. إذا ديما صفة الملكية تنضيفها قبل الاسم. book هي كتاب. my book كتابي. your book كتابك ولا كتابكم. his book كتابه. her book كتابها. ما يمكنليش نستعمل its. لحقاش كنهضرو على شخص عاقل. its كنستعملوها لغير العاقل. our book. our book كتابنا. their book كتابهم. شكرا بزاف على المتابعة. نتمنى تكونوا استفدتوا. لا بغيتي توصل بالجديد هبط لتحت برك على زر الاشتراك وبرك حتى على الجرس باش فوق ما يتحط شي فيديو جديد توصل به. وان شاء الله غيكونوا فيديوهات يوميه. شكرا بزاف. تهلاو.